Va el 7, va Mamamamaré. Gol, 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 gol. السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون بزاف البارح قالوا لي شوفنا واش راهم يهضروا الصحافه على اسماعيل بن ناصر، تا واش راهم يقولوا. جبت لكم عده صحف، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، نقولوا ما شاء الله على الهضره تاع اسماعيل بن ناصر، واش هضروا سورتو على البيت تاعو، على التعلق تاعو مع الميلان. كاين تقييمات لاعبين، كاين بزاف صفحات هضرت، يعني جبت اللي نقدر. راهم عندي بزاف روابط، كي نحط لكم الروابط في الوصف خوتي، يعني تلقاو بالك روابط تاع صفحات اللي ما راحش نهضر عليها دوكا لان كاين بزاف. على كل حال، اولا نبداوها بتصريحات يورغن كلوب البارح، على كل حال ماشي على اسماعيل بن ناصر ولكن عندها دخل مربوط باسماعيل بن ناصر. دوك نوضح لكم الامر هذا. كما راكم تشوفوا فابريسيو رومانو البارح نشر هذه التصريحات تاع يورغن كلوب على وسط الميدان اللي راهو حاب يجيب. قال لهم كلوب، يعني سقسى صحفي قال له وسط الميدان وجديد واش تجيبوا واحد جديد؟ قال له كلوب لاعب خط وسط جديد اذا لم يكن اللاعب المناسب متاحا في هذه اللحظه. ركزوا لي عليه مليح هذه. فاننا نميل الى التعامل مع ما لدينا، سيكون من الرائع وجود لاعب خط وسط جيد بالطبع. ومن بعد يحكي لنا بكايتا، يقول لهم باللي راح يريح ولازم يريح وما عنده وين يروح. بون علاش هنا كيقول لاعب خط وسط جيد جديد، يقول لهم اذا لم يكن اللاعب المناسب متاحا في هذه اللحظه. وهذا هو اللي صار مع اسماعيل بن ناصر، اللي انا جبت لكم التصريحات تاع يورغن كلوب عندها واحد 4 ايام ولا 5 ايام ولا ما على باليش، درتها لكم في واحد الفيديو. قال لهم وي، قال لهم خصنا وسط ميدان، قال لهم بصح ما نجيبوش نيمبورت لوكي، لازم نجيبوا واحد يعني عنده جوده وتاع كيما نقولوا للمدى البعيد، يعني يحب يقول اللاعب وسط ميدان يكون عنده مستوى عالي وزيد، ماشي نيمبورت لوكي وزيد تاع كيما نقولوا المدى البعيد، يعني يكون صغير في عمره باش نخدموا به لوسمو. نجيب لكم واحد الصفحه وهنايا هذه كيقول لهم اذا لم يكن اللاعب المناسب متاحا في هذه اللحظه، يعني كاين لاعب مناسب راهو تحت عينيه وفي هذه اللحظه المومنت ان ذيس مومنت غير متاح، وحنا درنا باللي وسمهم راهو هذه اللحظه بالذات قبلها بيامات كان قادر يحطوا 50 مليون ويدوه اذا هو حاب يروح اكيد. وحاليا في هذه اللحظه خرج العقد تاعو تاع اللي حط 50 مليون، درت لكم عليها فيديو. اسماعيل بن ناصر غير متاح، ولذلك ربطتها مع التصريحات تاع يورغن كلوب قبلها بنهار. اصبح بن ناصر غير متاح، يعني حتى اللي يجي يحط الدراهم ما يقدرش يديه، وكلوب موراها بعدها بيوم واحد يقول لك اللاعب المناسب غير متاح، يعني راهو يقصد على لاعب وتاع مستقبل لاعب، راهو يقول لهم اذا كان اللاعب المناسب. بون جي لكم هديه تاع ليفربول، هديه اللي راهي هنايا حبيت نعطيها لكم لان فيها امور مليحه يهضروا على اسماعيل بن ناصر. وش يقول لك تقرير ليفربول مهتم بالتعاقد مع اسي ميلان الذي ينتهي عقده في عام 2023، ينتهي عقده 2024. ليفربول مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط ميلان اسماعيل بن ناصر، ما يهمنيش ليدا. تم ربط الريتس مع لاعبين مختلفين من تكهنات بانهم يدخلون السوق لحل مشاكل اصاباتهم. اسماعيل بن ناصر من اسي ميلان، اسماعيل بن ناصر هو احدث اسم مدرج في القائمه المختصره للريتس، يعني هذه الصفحه تاع ليفربول راهي تاكد باللي اسماعيل بن ناصر راهو مدرج في القائمه المختصرة، يعني ماشي كاين القائمة المكبرة وكاين القائمة المختصرة، يعني هاد اللاعبين لازم فهمتوا يحظى بموسم رائع ويوجه فريقه الى سكوديتو بعد انتظار دام 11 عاما، يعني تاع العملي. فقال لك يعني موسى لقد اعتز بدور لاعب خط الوسط المسؤول عن نقل الدفاع للهجوم تحت قياده ستيفانو بيولي وخاض 40 مباراه، جذبت عروضه انتباه العديد من الانديه الكبرى، والان انضم ليفربول ايضا الى المعركه من اجل اللاعب. قد ينجذب بالريتس الى بن ناصر لاستخدامه واسمه تعدد استخداماته، وكذلك حقيقه انه متاح مقابل رسوم، وهذيك الرسوم عندها يومين باللي خلاص مات العقد هذاك ما يقدروش. يقول لك اسماعيل بن ناصر عده مناصب، اروحوا اسمعوا واش يقول لك. سيوفر اسماعيل بن ناصر مجموعه مهارات مختلفه، هادو تاع ليفربول راهم يهضروا على بن ناصر، مختلفه عن لاعبي خط الوسط في النادي، يعني راح يمد كما نقولوا عروض ومهارات مختلفه على الوسط اللي راهو عندنا، على لاعبي خط الوسط في النادي. واذا تم السعي وراء
الاهتمام بجدية فقد يتحول إلى غناء ذكي من شأنه أن يحدد موسمنا في شهر مايو. يعني يقول لك إسماعيل بن ناصر يتفوق على وسط الميدان تاع ليفربول حاليا، ولو كان يجيبوه كما قلنا راح يحدد لنا غناء في وسط الميدان في ليفربول. جوسان بريميلان على الهدف تاعو وكذا، وإسماعيل بن ناصر متواضع سقساوه على البيت تاعو دوك ما وصلوا واش قال. بوم نجو هادي سان بريميلان تقول لك ملوك العودة والحاسم بن ناصر كل الإحصائيات الرئيسية من تعادل ميلان ضد أتلانتا، تعادل ميلان ضد أتلانتا الأحد حيث ظهر الرصيني تاتاتا نسحق على إسماعيل بن ناصر، ألغى هدف تعادل من إسماعيل بن ناصر، يعني ألغى هدف تاع واسمه كانوا رابحين 1-0 هو كي ماركا ألغى الثلث نقاط، يعني رجعوا نقطة نقطة. ما يهمنيش لان حبيت نوصل لواحد النقطه. يقول لك سجل اسماعيل بن ناصر كل من اهدافه الاربعه في الدوري الدرجه الاولى الايطالي خلال الشوط الثاني، هذه معلومه. اسماعيل بن ناصر الاهداف تاعو قال لي سجلها في الطليان في الدوري في الشوط الثاني، وكل من اهدافه الثلاثه الاخيره على طارق، يعني طارقه كل مره على طارقه. غازيتا هذه تحكي ميلان نيوز تحكي على اسماعيل بن ناصر كلام رائع جدا. غازيتا بن ناصر يتولى الرئاسه لاحترام نبوءة بيولي، لأن بيولي قال لهم باللي هذا العام بن ناصر راح يكون مطرطق، يجب أن يكون عامه في انتظار الجديد. واش يقول لك؟ كان ستيفانو بيولي قد قال ذلك في أول مؤتمر صحفي لتقديم الموسم تاع هذا العام في 4 يناير في يوليو ميلانو، هل تريد اسما لهذا الموسم؟ بن ناصر يمكنه حقا أن يعطي الكثير. يعني بيولي سقساوه قال لهم باللي واش تتوقع هذا الموسم شكون اللاعب اللي راح، قال لهم بن ناصر بعد أداء العاصمة الليلة الماضية الذي توج أيضا بهدف جميل، من الصعب عدم تصديق مدرب ميلان الذي تنبأ الموسم الماضي بنبوء ليو وتونالي العام اللي فات قال لهم، وهذا العام قال لهم يعني واسمه. وفقا لما أوردته غازيتا ديلو سبورت الليلة الماضية قدم إسماعيل بن ناصر أداء شاملا حقا من وجهة نظر الكمية والنوعية، سيطر الجزائري فعليا في منتصف الملعب متجاوز اللاعبي خط وسط أتلانتا الذين كانوا يتمتعون بمركز ثقل منخفض جدا. كما ورد في تقرير مباراة دور الدرجة الأولى الإيطالي كان الروسونيري رقم 4 إسماعيل بن ناصر، وهو لاعب ميلان الذي لعب أكبر عدد من الكرات 101، مبلغ ضخم إذا اعتبرنا أن الثاني في هذا الترتيب الخاص كان كالابريا برصيد 88. بالإضافة إلى ذلك استعاد بن ناصر الشفاء 9 كرات، رجع 9 كرات دائما في المرتبة الثانية استعدادا بن ناصر بعد كابتن الروسينيري 11. إذا أضفت إلى ذلك شخصية إمساك الكرة ومراوغة الخصم ووضع الكرة في الزاوية البعيدة فلا يسعك إلا أن تخلع قبعتك. إسماعيل بن ناصر روعة، كلام روعة. التسجيل بعد هنا يحكوا لك على التسجيل، قال لك باللي بن ناصر بعثت رساله يعني البارح للاداره وكذا، نخليكم انتم تقراوها على كل حال. ويقول لك هنا باللي 50 مليون هاي اللي حكيت لكم عليها، قال لك يمكنك الاستفاده من شطر 50 مليون الذي لم يعد قابلا للتطبيق، وهذه هي اللي دخلتها لكم مع التصريحات تاع، قال لهم خلاص يعني حاليا اللاعب المناسب ما راهوش متاح، وهذا هو بن ناصر بعد البارح ما راهوش متاح. بون نجو لهذه التقييمات تاع اسماعيل بن ناصر كيما راكم تشوفوا في التويتر، هذه واش تقول لك؟ كلام رائع في الاخير. على كل حال لعب 90 دقيقه، هدف واحد، 74 تمريره دقيقه، صنع 8 فرص، واحد فرصه كبيره تم انشاؤها، 2 تسديدات على المرمى، 101 لمسه، 2 مراوغات ناجحه، عرضيتين دقيقتين، 6 كرات طويلة دقيقة، 2 اعتراضات. إنه لاعب خط وسط دفاعي وبدهشة، يعني الإحصائيات تاع الهجوم تاعه واللمسات قال لك هذا ما راهوش لاعب تاع كيما نقولوا لاعب وسط ميدان دفاعي، يعني من قدرة الكمية تاع الهجوم اللي راهو يقدم فيها والمراوغات و ندهشوا كيما راكم تشوفوا دايرين هكذايا. بون نزيدو نجيو سان بريميلان هذه واش تقول لكم؟ واسمو السوبر بن ناصر غاسبيريني، هذا المعرض يكلف ميلان الصفحات الاولى من الصحف الايطاليه طاطاطا. ومن بعد واش يقول لك؟ يقول لك كان اسماعيل بن ناصر بطل الروسونيري حيث سجل هدف التعادل في الشوط الثاني، لقد كانت ضربه رائعه من الجزائري الذي بدا الموسم بشكل جيد ونامل ان نرى المزيد منه. في الصفحه الاولى
كتبت غازيتا ديلو سبورت ما يلي حول اللعبة. ميلان طاطا ما يهمنيش يكلف، أول مواجهة كبيرة في الموسم تنتهي بالتعادل. سوبر بن ناصر كتبت يرد على مالينوسكي هذاك الأوكراني اللي سجل هدف يدخل دي طاطا ما يهمنيش. بينما كتبت كوري ديلو سبورت ميلان يعاني طاطا يتجنب بن ناصر يتجنب الهزيمة حياة الأبطال. يعني اسمعوا شوفوا نجول هذه واسمها ذا كولت كالتشيو هذه تاع الطليان هذه تحكي كلام رائع تانيك على اسماعيل بن ناصر. تقييمات اللاعبين في مباراة اتلانتا وميلانو عرض من الطراز العالمي من بن ناصر. الله يبارك يا خوتي. اسماعيل بن ناصر ولاعب في المحور المزدوج مع ساندرو تونالي قدم الجزائري اداء لامعا اخر بينما بقي الإيطالي عميقا على تونالي. تولى بن ناصر دور فرانك كيسي في المربع إلى المربع، يعني راهو خدمة تاع كيسي، ولعب على مستوى أعلى بكثير من الملعب وأدخل نفسه في هجوم ميلان. عزز يومه كواحد من أفضل اللاعبين في الموسم بهدف مذهل في الشوط الثاني وتعادل مع الروسونيري. سامبري ميلان تاني كان عاود جون جوليها. كان اداء اسماعيل وش يقول لك رساله الى اداره ميلان، يعني بن ناصر بعث لهم رساله باللي يعني تحطوا دراهم وغير تسكتوا. كان اداء اسماعيل بن ناصر ضد اتلانتا عرضا اخر لاهميته بالنسبه لميلان والذي ياتي في الوقت المثالي للاعب خط الوسط نظرا لحاله عقده. نجول سامبري ميلان تقييمات لاعبي ميلان من تعادل اتلانتا يتالق بن ناصر لكن تونالي يعاني. هناك مجموعه طاطا ما يهمنيش حبيت نقرا برك على اسماعيل بن ناصر. وكان الافضل اداء هو اسماعيل بن ناصر الذي سيطر على معركه خط الوسط. هاوليك هنا عطاو له كيما راكم تشوفوا في الصور في الجورنال عطاو له هو احسن لاعب 7.5. نجول بي بي سي سبورت الانجليزيه وراهي تحكي عليه واش تقول لك. حافظ هدف اسماعيل بن ناصر في الشوط الثاني على بدايه ميلان دون هزيمه لهذا الموسم. شوفوا الصور تاع اسماعيل بن ناصر كاع راهي محتله الصحف العالميه. سامبري ميلان وش يقول لك؟ يقول لك يعتقد بن ناصر ان ميلان كان يمكن ان يؤدي بشكل افضل في مواجهه اتلانتا الصعبه. ما يهمنيش حبيت نعطي لكم واحد النقطه فيها. سقساوا قالوا باللي نورمالمون نفوزوا وكنا مقدمين اداء وكنا قادرين نقدموا اكثر من هذا. بس سقساوا عن الهدف عن هدفه. اعمل في التدريبات ثم في اللعبه احاول ان افعل الشيء نفسه، احيانا اسجل واحيانا لا اسجل. متواضع يا خوتي. تقييمات اللاعبي اتلانتا واحد طاطا بن ناصر ينقد الموقف فشل واحد واضح. بن ناصر عطاو 7.5 مان اوف ذا ماتش كما راكو تشوفوا. وصل دور كمحرك لميلان وعلى الرغم من انه فشل في الحفاظ على الايقاع مع نهايه الشوط الاول الا انه استجاب في الشوط الثاني وقاد فريق ميلان. انتهى به الامر بالحصول على هدف التعادل الحاسم بضربه رائعه ايضا. هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي. ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.